الفنانة أثبتت أنه مو شرط الشكل الناعم والكيوت والطيوب يكون على الشاشة، وأثبتت أنه هذا الشكل وراء شخصية قوية كتير بس لما بتاخد دور بتستاهله. خبرينا هيك شوي عن شخصية لينا، كرهوكي العالم هاي السنة؟ والله كرهوني كتير هاي السنة الحقيقة. هلا اول شيء كان بالنسبه لي صادم انه الناس، يعني لما عم بقرا التعليقات او لما الناس اللي ما بالعاده بتتفاعل عم تتفاعل وعم بتسب انه يعني انه استفزيتينا ضايقتينا مدري شو. اول شيء هيك حسيت انه ليش هيك، بس بعدين حسيت انه منيح لانه هو المطلوب انه لينا ما تكون شخصيه محببه، يعني بسلوكها بكل علاقتها باهلها بالعلاقه السريه اللي عملتها، يعني هو يفترض انه ما يكون سلوك محبب، فالطبيعي الناس تكرهه. فالحمد لله بعتقد اني قدرت اكون صادقه بقلب هذا الشيء لحتى اوصل للعالم هيك. مسلسل على قيد الحب حقق نجاح كثير كبير، بس شفنا الجدل اللي صار بنهايه الحلقات تبع المسلسل. انت اليوم كبطله من ابطال المسلسل اقتنعتي بالنهايه؟ انا مع هي النهايات اللي هي شوي مفتوحه، يعني اوكي هلا في خطوط هي تسكرت بطريقه دراميه كثير، بس كانت بتشبه اصلا يعني مثلا مثل نهايه شخصيه عزام. هو انت يعني بتحسي هذا الشخص السيء لهي الدرجه انت محتاجه تعملي له قتل درامي. هلا يمكن بالحياه ما هيك بصير للاسف، لانه الاشرار هن اللي بيضلوا يعني بيعيشوا فسادا، بس بالدراما بتحسي بحاجه جرعه امل انه ايه الشرير بالاخير نهايته سيئه والمنيح نهايته منيحه. بس بقية الشخصيات هي كانت نهاياتها مفتوحة الحقيقة، مو تماما نحن بنعرف شو رح يصير مع كل شخصية، يعني سواء بعلاقات الحب سواء حتى مع لينا، يعني مو تماما نحن بنعرف انه يا ترى شو الخطوة الثانية بحياتها لهي الشخصية. يعني انت اشتغلتي مسرح لما كنتي طالبة بالمعهد واخرجتي مسرحية بال 2018، بس نحن ما بقى شفناكي على المسرح لا كمخرجة ولا كممثلة، ليش؟ هلا للاسف يعني ما كثير حاحكي بواقع المسرح السوري لانه بعتقد يمكن الجمهور مل من انه نحن نشتكي له عن واقع المسرح السوري، بس الحقيقه انه انا اول ما تخرجت حاولت جهدي اني انا ضل عم اشتغل مسرح، وكنت تقريبا كل سنه اعمل عرض او عرضين، حتى انا اشتغلت عرض مسرح اطفال يعني هيك لل 2014. بعدين يعني حسيت انه ماني عم بقدر حقق بالمسرح الشيء اللي انا بدي اياه، لانه الشرط بالعموم ما نو صحي، ما في الامكانيات الحقيقيه، وانا طبعا ما بقصد الماديه مع انه هي كثير كثير مهمه، بس ما في بيئه حقيقيه لانك تعملي مسرح بسوريا، يعني النتائج دائما كانت ما عم بتكون مرضيه بالنسبه لي. انت اليوم كممثله رافضه الجرأه اللي عم بتصير ببعض المسلسلات والمشاهد مو بس بسوريا بالعموم بالوطن العربي؟ هلا انا بحس الجرأه هي مطلوبه كثير، بس لما بتكون بمكانه، لما بتكون موظفه، اما الجرأه مشان انا اعمل ترند او انا جرأه مشان يقولوا والله بالمسلسل الفلاني الصبيه الفلانيه عملت قبله مثلا، مو هذا الهم. اذا الدور يتطلب، المشهد يتطلب، فاوكي وبده يكون كثير مدروس دراميا ومخدم. بس يعني انا كمان عندي وجهه نظر بتخص التلفزيون. انا برايي التلفزيون ببلدنا ببلداننا العربيه بالعموم هو غير مهيئ ليكون في جرأه من هذا النمط، لانه هو بعده لكل الاسره، بعده انه انت بتفتحي تلفزيون بتشوفي يعني بيحضرك الطفل، بيحضرك المراهق، بيحضرك الكبير الصغير، فبدك تحترمي الجو العام، بدك تحترمي المعايير العامة. الجدل اللي صار مؤخرا مع منى زكي، مع سلافة واقرجي، مهيار خضور بمسلسلاتهم بأفلامهم، أنت كممثلة تابعتي أول شيء الأفلام فيلم؟ الحقيقة لا، بس شفت المقطع من كتر ما نحكى عنه يعني إيه. هلا أنا برأيي هذا فيلم سينما، ودائما أفلام السينما سقف الجرأة فيها أعلى بكتير، وانا بستغرب انه الناس هي بتقبل يعني لو كان امريكي كانوا قبلوا وكان ما عندهم مشكله وكان يمكن كل العائله حضرته، بس لانه هن عم يحكوا عربي صار انه لا. طيب بس هو بالاخير كل شرط الفيلم ما له كثير عربي، يعني حتى الحتوته تبع الفيلم، الشرط الاجتماعي تبع هدول الاشخاص، طبيعه العلاقات، طبيعه اللبس، هي يعني ما أنا كثير عربية. رنا اليوم انت عندك كل مقومات النجومية والنجمة لتكوني الموهبة، الحضور، حتى محبة الناس، ليش لهلا ما شفنا رنا بعمل عربي او كنجمة عربية؟
هلا انا بالعموم مفهوم النجمه شوي هيك يعني ما كثير بيعني لي بصراحه، لانه انا بحس صار هيك يعني اي حدا فيه يعمل هيك مثلا ترند على السوشيال ميديا بيقوم بصير نجم بطريقه او باخرى وبصير عنده متابعين. فانا هذا النمط من النجوميه اصلا ما بيعني لي يعني، وكل المبدا تبعه انا بحسه مانو دقيق. بيعني لي انا اكون ممثله منيحه حقيقه يعني. فانا اذا قدرت احقق هذا الشيء والى حد ما الناس هذا كان تقييمه لي او هذا رايه فيني، فانا بكون كثير سعيده يعني. هلا فكره الانتشار العربي بدها مجموعه مقومات، علاقاتي بالوسط قليله، شوي بيتوتية كتير يمكن، ما بعرف، ويمكن في حظ بالموضوع أو يمكن الأشياء اللي اشتغلتها ما انشافت عربياً. كلمة تنازلات كمان مثل كلمة علاقات، بيحسوا الناس مو حلوة، بس يمكن التنازلات بقصة إنه أنا سوق لحالي. في ناس بتقول لك أنا ماني مضطر، إذا هن بيعرفوا موهبتي أنا ماني مضطر ضل ورجيهم صوري وشو بعمل بالنهار. فهي كمان كلمة تنازلات ما لها علاقة بأشياء تانية أحياناً بتكون. صح 100%. وانا الحقيقه طولت كثير لعملت انستغرام والسوشيال ميديا بناء على هي النظريه تبع انه انا شغلي بيحكي عني. وانا يعني من لما تخرجت لهلا ما جربت اصلا لا اني والله هيك كثير كون اكتف اجتماعيا او اخش كثير. خلص انا كنت حس انه نصيبي حيجيني، شغلي بيحكي عني واكثر من هيك ما حقدر يعني. فطولت كتير لعملت انستغرام ولوافقت على الفكرة انه لا ما في مشكلة اني انا شارك العالم شوي من خصوصياتي شوي من يومياتي، وعم حاول لحد كبير انه يكون بيشبهني الانستغرام تبعي، بمعنى انه مثلا حتى اذا انا بدي اعمل فوتو سيشنز او اتصور او الى ما هنالك يكون في حالة، يكون في قصة، يكون في مثل كأني انا عم اعمل دور. كنتي على قيد الحب، بس اكيد تابعتي ولا ما تابعتي اعمال السنة؟ كسر عظم ومع وقف التنفيذ هدول اكثر شيء تابعتهم، وهلا عم جرب اتابع الاشياء الثانيه هيك على رواق يعني. بتعرفي بعجقه رمضان فعلا الواحد ما بيقدر يركز يعني، اكثر من عمل او عملين كثير صعب يعني. هلا اللي حبيته حقيقه وحسيته كثير عمل متكامل وعن جد انا حابه كثير وجه لهم هيك شكر وقول لهم برافو، هن يعني مسلسل مع وقف التنفيذ، علي وجيه ويامل الحجلي. بدي أقول لهم برافو على التطور اللي عم بيحققوه من سنة لسنة. لكل الناس اللي اشتغلوا، لأستاذ سيف، كل حدا عن جد عم يجرب يطور، عم يجرب يعمل شيء جديد، يعني أنا حقيقة كل حدا من الممثلين كنت عم شوفهم لأول مرة عم يعملوا أشياء، عم يجربوا، عم يستمتعوا، هذا الشيء كتير كان واضح. وهذا أنا برأيي انعكس على نجاح المسلسل، فعن جد ألف مبروك لألون. كسر عظم برأيي أكيد حلو، وأكيد أنا كتير مبسوطة بالشباب وبالفرصة اللي أخدوها، وبالمناسبة هدول طلابي يعني، أنا كنت أستاذ مساعد على حسن وراما ويوشع ويزن. بس بالعموم أنا برأيي يمكن السرعة اللي أنجز فيها العمل خلته يوقع بمطبات. يمكن عندي شوية ملاحظات على النص، بس بالعموم هو أكيد عمل جماهيري، عمل بشد، عمل فيه شيء يحترم، فيه جهد حقيقي يحترم يعني.